صور مأساوية وصادمة من صنعاء وغيرها لأناس يقاومون الغرق والموت ويحاولون النجاة بأنفسهم باتجاه العراء بعد أن فقدوا منازلهم وأقرباءهم جراء السيول، في وقت ينهمك الفاشيون في رفع لافتات عيد غديرهم المستورد والمكذوب. مئات الضحايا وآلاف المتضررين والمنكوبين، مأساة مرعبة ستظل شاهدة على زمن الميليشيات التي لم تقم بأبسط أي سلطات احتلال، عندما تدهم الكوارث من يقعون في نطاق سيطرتها، غير أن الكهنة هناك اعتبروا غرق الناس وتهدم منازلهم دليل على بركة سلالتهم في تجيير لنكبة الضحايا والرقص على رفاتهم. مثل كل مرة وعقب كل كارثة تنفض الميليشيات يديها المتلبسة والغادرة معلنة تخليها عن مسؤوليتها حتى ولو كانت من صنعها وصنيعها، وعند كارثة السيول هذه ألقت بالمسؤولية على كاهل الأمطار الغزيرة كما قال خائن العاصمة المذموم حمود. غير خاف ولا جديد هناك أن يستهتر نذر الخراب والكوارث بنكبة الناس وأوجاعهم، غير أن الجديد سيبدأ وقد بدأ من مرحلة استثمار الميليشيات لتداعيات الفيضانات والسيول والتعامل مع المأساة كجولة إثراء ولصوصية وابتزاز ومقايضة. مصائب ومآس بعضها فوق بعض يتجرعها السكان في مناطق سيطرة الميليشيات حتى وقد ابتلعت الأرض ماءها وأقلعت السماء عن أمطارها، فلن تعدم الميليشيات في إغداق مصائبها على الناس جماعات وفرادى حتى زوالها كمبتدأ لكل المصائب والمآسي. استغلال ميليشيا الحوثي لكوارث السيول وجميع الكوارث الطبيعية استغلال سيء، وديدن الحوثي الميليشيات الحوثية على الدوام. الناس تغرق في السيول وتجرف منازلها وتهدم دورها، والناس في العراء، وميليشيا الحوثي تتفاخر بأعياد الولاية وأعياد الغدير وكل المناسبات التي تهمها لكي تتكسب من ورائها. ومن الطرائف أنها تحاول أن تجمع المساعدات للبنان. يقوم الحوثي باستغلال هذه الكوارث الطبيعية في خدمة مشروعه العنصري، فيمنع المنظمات ويمنع الإغاثات، وخاصة قضية السيول وتهدم صنعاء وما جاء ما دخل من صنعاء من سيول وجرف كثير من شوارعها وصنعاء القديمة والآثار، ولكن لا نجد سلطة الحوثي أن تحرك ساكنا ولم تقم بواجبها ولم تقم بأي شيء نحو المواطنين، نحو التراث، نحو صنعاء القديمة، نحو مناطق غمرتها السيول. فندعو المنظمات الدولية، ندعو الأمم المتحدة، ندعو المجتمع الدولي إلى إنقاذ العاصمة صنعاء من هذه الميليشيات. إنما تتعرض له أمانة العاصمة من كوارث طبيعية بسبب السيول استغلها الحوثي لدعم مجهوده الحربي، فندعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحماية مدينة صنعاء التاريخية الأثرية من ميليشيات الحوثي. نحن في وضع مأساوي، يعني الجميع يشتكي من هذا الوضع الذي نحن فيه الآن. بما أن الوضع شديد وهذا، الميليشيات الحوثية يعني تقوم باستدعاء المواطنين بدعم يعني مثل ما تقول ما حصل الآن في لبنان، وهذا حاجة ما أنزل الله بها من سلطان. الآن الوضع الذي نحن فيه يحتاج الوضع الذي في صنعاء حاليا وضع مأساوي، لا يحتاج إلى هذه الأشياء التي ما لها داعي لا في الشرع ولا في القانون.